قصة عيناك مع ميشيل المصري. عيناكي قصتها 79، كان لي صديق بس أكبر مني كان في الكويت، وبعدين أنا جيت البحرين. لما جيت البحرين زرته مرة وقال لي في عندي ديوان مال نزار قباني، عندي في قصيدة بغيت تلحنها. إيه؟ كذي بس حط القصيدة وفتحها على عيناكي، فقمت لحنت أنا بس عشان رضاء الله يعني. إيه؟ بعدين أنا قلت هاي بضيع اللحن، قلت له عندك مسجل؟ قال إيه عندي مسجل. تعرف المسجلات مال أول كاسيت يبنى كاسيت وسجلتها. والتسجيل الذي أعتقد ما زال عندي الحمد لله. إيه بعدين خلاص تمت عندي من 79 ل 84. المحطة الثانية هي محطة نزار قباني في البحرين في 1984 أعتقد. إيه بدعوة كريمة من الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة رحمة الله عليه، ودعوة من الشيخة مي العتيبي، قالوا لي خالد ترى نزار موجود والليلة بيكون موجود عندنا، وموجود في البحرين بالليلة بيكون عندنا، ونبغي نفاجئه بأغنية عيناكي. نعم. وهما كان الشيخة مي كان عندها علم بالأغنية. ايه. فرحنا عند بيت الشيخ والشيخة محرق، وكان موجود معانا رحمة الله عليه الدكتور غازي القصيبي والشيخة سعاد الصباح طول بعمرها. وسمعت من غير ما يقولون له، ابتديت أدندن وغنيت، وما تشوف الريال اللي يهوبي باليد والعين رايحة فوق اللي هو نزار تحت. إيه شعر نزار قباني مع احترامي لله رحمة الله عليه، بس كل ما قلت مثلا فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني، طاير في مكان ثاني لين ما كملت الأغنية كاملة. فمن بعيد سجلتها، قلت له والله ما سجلتها يا أستاذ، بس مدام أنك أنت موجود أبغي عدم ممانعة. نعم. إيه سجلها بس لا شو، شلت البيتين الأوليين اللي هم عيناكي كنهري أحزاني، نهري موسيقى حملاني لورائي ورائي الأزمان، عيناكي عيناكي وتبغي وكحولي كذا كذا كذا. فقلت له والله ما طلعوا معي، ما طلعت معي إلا من هالمقطع. أي. لا تبتديها من الأول. من الأول. وبعدين رحت سجلتها، وفي أثناء تسجيلها كنا مع أستاذ ميشيل، كنت أقول له أستاذ خاطري أسوي موسيقى لها بداية وما لها نهاية. فقال لي يلا لو تقدر. فيعني عادة لازم تكون موسيقى لها بداية ولها نهاية، لها نهاية. ايه؟ قلت له أنا خاطري أسوي موسيقى ما لها لها بداية بس ما لها نهاية. ايه؟ ما هي لازم بتكون في نهاية. بس كنت أفكر بهالمزاج. فطلعت المقدمة، مقدمة عيناكي في حد ذاتها أنا أعتبرها يعني شيء جديد بالنسبة لي. أما النص الغنائي، الجسد الغنائي اللحني مع الكلام فهو تقليدي إلى حد بعيد، بس الموسيقى بالنسبة لي كانت هي المهمة، هي الأهم، ولا ما زالت بالنسبة لي هي أني أنا كنت أفكر في هالبداية هذه. وبعدين لما طلعت معي الجملة سمعتها أستاذ ميشيل قال لي ليك شلن، ليك شلن يعني أنت تفوقت، أنت يعني مبسوطين كذي. قال عمار الشريعي الله يرحمه يقول حق أستاذ أحمد الجميري لما سويت شويخ نارض مكناس، قال له قول حق الملحن ذي له شلن. الله، هذا يعني هذه المصطلح المتداول بين الملحنين. لما تكون يعني لما تكون متفوق حلو لك شلن.